كل شيء كيعطيو الادوار ديال الظريف وانا راه ماشي ظريفه ماشي ظريفه انا عطيني شي دور نقبح فيه واحد شويه. اكيد كنفضل انني نمثل اكيد لان انا القرايه ديالي في البدء كانت هو المسرح يعني قريت التمثيل وعندي اون كارير ديال دابا ان شاء الله 25 عام ديال في التمثيل. بالنسبه للنشيط هو شي حاجه اللي ان بلس شي حاجه اللي بحال تقول تحدي جديد في ما كيتقترح عليا كيكون تحدي جديد بالنسبه لي. هو سيسو انا فاش يلاه مشيت لمونريال يعني كان خصني نكمل في المسيره ديالي كانت صعيبه ومازالها صعيبه لحد الان لان عندهم قوانينهم النقابه ديالهم صعيبه بزاف ماشي اي واحد كيقدر كيجي وما كيعترفوش في هذاك الوقت اللي انا كنت مشيت ما كانوش كيعترفوا بالتجربه خارج الديار الكنديه تجربتك الفنيه ما كيعتبروهاش يعني خصني نبدا من الاول وبديت من الاول يعني بديت بادوار بسيطه جدا درت لا فيغوراسيون باش كنجمع لي كريدي لان خصك تجمع لي كريدي باش يلا يعترفوا بيك ويعطوك ان ستاتيو. ما جددتها وما عرفت والله ما عرفت بعدا شوف انا انا خايفه نجي نطلبها غيبقاو يقولوا لي انا تقالت لي واحد الهضره واحد الوقت ما كانت ضراتني بحال زعما ديك مشيتي انت صافي سيفيني ما كاينه حتى تقالت لي انا واحد المخرج صديق ديالي كنعزو بزاف ومخرج جميل جدا يمكن بكثره الغضب اللي غضب عليا انني مشيت قال لي بالنسبه لي انت متي ما بقيتيش ميكزيست بلو على اين على ترى بزاف زعما ديك ولا جايه ولا غتزاحمي معانا وليت كنتزاحم دابا انا فهادشي كنسمعوا الى عيطوا لي علاش عيطوا لها ولاش هي تجيبوها من كندا وحنا ممتنين غير جالسين هنايا ما كيديروا والو يعني بحال مشيت انا ما كايناش دونك هاد لا كارت بروفيسيونيل نبغي نديرها ولكن نبغي نعرف علاش غنديرها باغية دور تاريخي عندنا دي فام في التاريخ ديالنا اللي خصنا نخرجوهم للوجود والنور ونهضروا عليهم جديا وبروفونديمون ونعرفوا واحد الجيل يمكن ما كيعرفش بزاف ديال الناس عندنا واحد الثقافه الامازيغيه ديالنا يعني لو كان سي اون كروز غنلقاو واحد لا مين دور قد السخط اللي زعما تقدر ترفع راسنا قدام العالم بواحد الثقافه جميله جدا وبغيت نلعب بزاف المراه القبيحه فريمون ديك المريضه كاع لان كل شيء كيعطيو الادوار ديال الظريفه وانا راه ماشي ظريفه ماشي ظريفه انا عطيني شي دور نقبح فيه واحد شويه. كاينين دي كوبا كاينين الناس كتقدر تقول لك واحد الحاجه هي جالسه مثلا غنهضر مثلا انا اون فام مثلا جالسه واش قلت لها انها تقول بحال اخر ما قيل ان ما تعيطوش لهدى الريحاني راه ما غتخلي الفا فو ليسي طومبي على ديغنييغ مينوت الا عيطتو لها دونك انا بغيت نعرف علاش واش علاش هضروا معايا سقسيوني قولوا لي واش بصح غادي تخوي بينا واش غتجي ولا ما غاتجيش هدى غنقول لك غنقدر نجي ولا ما نقدرش نجي. الانستغرام مازال ما كنعرفش نمانيبيولي مثلا نعرف ما كنعرفش ندير ستوري وانا ماشي ديال ستوري ما كتجينيش ندير شنو علاش شنو كيفاش نقبض ما المهم انا والله ما عندي حتى شي جوجمون على حتى شي واحد ولكن انا باش نبقى جالسه وكندير هكا انا جو متروف ريديكول انني نديرها وكنقول انا ما عندي حتى شي حاجه اللي نضيف للناس يعرفوها على حياتي وشنو هي حياتي انا كاع باش نعطيها للناس اش كتسوى هاد الحياه كاع زعما دو سبيسيال باش نعطيها للناس دونك ولكن كاينين دي فوتو مثلا اللي كنديرها كتصدق لي شي فوتو زويونه كنقول يلاه نديرها في الانستغرام مي اون جينيرال انا ما كنديرش على راسي الضغط جو مو في با دو بريسيون باش نكون في لي ريزو سوسيو وهداك الشيء هذا اختيار ديالي شخصي عادي اللي جات هي هذيك ما جاتش هي هذيك ما كنبقاش نحسب شحال عندي ديال لي فالاورز فيسبوك كنستعملو لان كنهضر مع الناس فيه بزاف عرفت هذوك العيالات اللي كيبقاو كيقولوا حنا كنشقاو بظهرهم
ايه ما عندي ما معنى عارتي بصح تكلمة ما بغت تخرج لي بوك كاليفي زعما حيت بغيت نقول شنو بغيتي يا مدام تقولي لي شنو الهدف ديالك شنو غيضيف لي ولكن الا شفتي راه الناس كتشوف يعني هادوك اللي كيعايروا باش تعايرك شفتي باش عايرتي وهذا دونك انا هادوك الناس يمكن واش اللي سحب لهم راه الفلوس واش الشهره واش مي هاد لي بلاتفورم حرروا هاد الشيء ديال انني نولي معروف يعني حلوا البيبان على مصراعيها يلا ولكن فو اسومي حمدك يا ربي وشكرتك عليه زعما هو احساس جميل جدا وهي مسؤوليه كبيره طبيعه الحال ولكن بصح كنحمد الله وكنشكر انا كنقول ربي عطاني نعمه زادني نعمه واحده اخرى هما بنيتاتي فرحانه به وعايشه زوين زعما ما عايشاش الامومه بشكل خايب بالعكس انا كيقولوا عليا لا مامون بول يعني اتنفس وكنفيق وكنعس ببناتي.